بأجواء ملؤها المحبة والسلام والفرح، التأم اتحاد الجمعيات الرهبانية وللمرة الثالثة في لقاء روحي أقيم في كنيسة قلب يسوع الأقدس اللاتين في ناعور بالتزامن مع عيد سيدة لورد ويوم المريض العالمي بحضور 81 راهبة. ابتدأت الفعالية بصلاة الصباح، تلاها محاضرة روحية للأخت فيرجينيا حبيب وشهادات حياة لعدد من الراهبات. جددنا فيها عهد المحبة للدخول في مسيرة الزمن الأربعين المقدس، كما أقيم قداس إلهي ترأسه المرشد الروحي للاتحاد الأب رشيد مستريح بمشاركة المطران جوزيف جبارة وكاهن الرعية الأب بشير بدر. أعقبه مسيرة شموع إلى مزار سيدة لورد. عليك سلام الله من أجل كل. إحنا اليوم حبينا نعمل لقاءنا الثالث لاتحاد الرهبانيات في الأردن في ناعور في كنيسة قلب يسوع الأقدس لهدفين. الهدف الأول، أول إشي من عيد المكرسين، إحنا مرة رح يكون هو هذا اليوم. ثاني إشي لأنه بكرة عيد سيدة لورد شفيعة المرضى، فدمجنا العيدين بعيد واحد بهذا المكان. وثاني إشي في هدف ثاني إنه إحنا ندمج الرعاية، الرهبنات تتعرف على الرعاية. المرة الماضية عملناها بجبيها بكنيسة القديس بولس تتعرفوا على الرعية، هالمرة هاي بناعور كمان تعرفوا على كنيسة ناعور، على رعية ناعور، عشان كمان الرهبانيات الدعوات يشوف الناس قديش في عنا أعداد رهبانيات من كل المؤسسات. من خلالكم بدي أحب أشكر سير فيرجيني اللي إجت من الأرض المقدسة خصيصا لهذا اليوم المقدس. هي كانت رائعة جدا اليوم، اشتغلت مليح، أعطتنا موضوع رائع جدا غني. لازم نعيش هاي المحبة، نكون ملامح يسوع المسيح بحياتنا. وكمان إشي تاني بحب من خلالكم نصلي كلنا مع بعض لمرحلة السينودس، مرحلة القارية اللي هي رح تبلش اليومين بلبنان، نصلي حتى نكون كلنا أذان صاغية لإلهامات الروح القدس للحوار مع بعضنا البعض، تنقدر نعيش رسالة المسيح، الشركة مشاركة رسالة نعيشها ونطبقها في حياتنا. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. بشكر أبونا بشير اللي فتح لنا ديره هنا، بشكر سيستر فيرجينية، بشكر جميع الرهبات اللي ساعدوا على نجاح هذا اليوم.